إذا كنت تحب الأنمي وما عندك وقت لتشوف كل شيء فاشترك بالقناة وشوف مراجعات أو ريفيو إذا كنت أجنبي يعني لجميع أنواع الأنمي. وطبعا ما تنسى تشغل الإشعارات وفينك تشوف قنواتنا الثانية بتلاقي الرابط تحت بوصف هافوك إكس وإليت جيمينج. رحلتنا اليوم عن السفر عبر الزمن مع شتاين جيت وهو الأنمي الأسطوري في عنا حلقة اليوم من أنمي ريفيو. بدون تأخير خلونا نبلش. أنمي شتاين جيت وهو أنمي نزل في عام 2011. ما بعرف ايش أنا معلق على الأنميات 2011. عبارة عن 24 حلقة. طبعا في حلقة في حلقتين أوفا وفي فيلم وفي عنا شتاين جيت زيرو لكن رح نحكي عنه بعدين. خيال علمي وأكشن طبعا لأعمار 13 وفوق. من أشهر الأنميات على مستوى العالم ومن أكثر التصنيفات عالية يعني تصنيفه أو تقييمه 9.13. وأكيد كل رفقاتك قالك روح شوفه شتاين جيت ورائع وما بعرف شو. مثل ما انا رحت قلت لرفقاتي شتاين جيت افضل انمي في العالم وهن شافوه فعلا افضل انميات على الاطلاق. هو عبارة عن تحفة فنية اسطورية رائعة متفجرة خارقة حارقة يعني رائعة رائعة ممتع غريب فيه دراما فيه كل شيء. طبعا في عنا شخصيات كتير غير شخصيات الاساسية ولكن بهمنا نحكي عن هدول بشكل مختصر لانه باقي الشخصيات شوي شوي انت عم تشوف الانمي راح تفهم قصتها راح تفهم شو وضعها. شانك رح نحكي عن الشخصيات الأساسية الأربعة بس. الأنمي قديم شوي كالعادة لأن الأنميات الجديدة أغلبها ما بينشاف أو أنا ما شفتها لسا ولكن ما فيه أي شيء قديم كله تجديد كله أفكار حلوة. بتبلش قصة عند أوكابي رينتارو أو مثل ما بيسمي حاله هوهين كيوما اسمه هيك شوي صعب. شاب عامل حاله عالم ومستأجر غرفة بمنطقة أكيهابارا هاي المنطقة المشهورة في أنمي وما أنمي باليابان عشان يخترع أدوات مستقبلية وكذا عامل يحاول مخترع الكلب الفهمان. وفي عنده أعضاء بالمختبر مجنون تبعيته. في عنا شينا مايوري البنت اللطيفة اللي ما بتفكر بأي شيء الحبابة اللي في عندها يعني عالم خاص فيها بتحسها فايتة 17000 حيط ما بتعرف هي ما بتعرف شو بدها ولكن في عندها مقولة شهيرة جدا أكيد كلكم بتعرفوا هاي المقولة. وفي عنا المنحرف الهاكر دارو أو إيتارو هاشيدا هو شاب سمين بيحب ينكت وبياكله كتير ولكن معلوماته قوية ومستوى جدا متطور بالكمبيوتر بيعرف يهكر بيعرف يضبط أموره طبعا مثل ما قلنا هو منحرف. وفي عنا العالمة ماكيسا كوريسو اللي هي بتعمل أبحاث عن آلة الزمن هي فعلا عالمة وعندها معلومات قوية جدا. وأوكابي بيحب ينادي لها كريستينا يعني مثل هيك تدليعة أو هيك شيء بتسلى معها. طبعا هي شخصيتها عبارة عن سندري فكتير انتبهوا انتوا عم تفرجوا على الأنمي. خلينا نحكي شوي عن القصة بشكل مختصر. طبعا في كتير أحداث قبل الحكي رح أحكي أنا بس أنا أفضل أنه انتوا تشوفوا الأنمي من البداية حتى تفهموا شو صاير. بعد ما الشباب يخبصوا ويخترعوا مدري شو بيطلع معهم شيء اسمه الهاتف مايكروويف مثل ما بيوحى الاسم عبارة عن هاتف مايكروويف. وظيفته الأساسية لهذا الجوال أو هذا الجهاز يعني هذا أنه بيحطوا فيه موز يعني هنا كان عم يعملوا تجربة بيحطوا فيه موز ما بعرف ليش موز يعني ففجأة الموز بيختفي وبيصير بيتحول لهيك عجينة خضراء. فأول شيء بتقلي إنه يا زلمة شو هاد الأنمي أنت بحكي عم تحكي لي على أساس سفر زمن وما بعرف إيش لكن هنا عم تحكي لي إنه في مجانين وفي موز وفي جوال وفي مايكرويف خاصة هلا أنت يمكن تفكرني مصيف لكن خليك معي لأحكي أشرح لك شو قصة. أوكابرين تارو بعد ما راح على مؤتمر شاف في عالم اسمه كوريسو طبعا هو له علاقة بالأنمي لكن نحكي عنه بعدين عم بيعطي محاضرة عن السفر عبر الزمن بعرف إيش. بنط أوكابي بيقول له إنه أنت كذاب وأنت سارق هاي المعلومات من جون تايتور. طبعا جون تايتور كمان بحب يبحث عنه بجوجل بيبحث أو بحكي لكم عنه بعد شوي. بعد نهاية المحاضرة هذا العالم بيهرب ف بيروح أوكابي مشان يحكي مع رفيقته مايوري بتكون مضيعة اللعبة تبعيتها ما بعرف إيش. فهو ماشي فجأة بيطلع صوت بيرقد بيكتشف إنه البنت العالمة اللي اسمها ماكيسا كوريسو طبعا غير العالم اللي كان بيعطي المحاضرة ميتة والأرض كلها دم. ففجأة هو بينصعق وبيمسك جواره بيبعت رسالة. هالرسالة تتقسم لثلاث قطاع تمام بتتوزع هيك وفجأة بيختفي هو والأماكن اللي حواليه بيرجع بيلاقي حاله بمحل تاني و كأنه ما صار شيء. المحاضرة ما صارت ماكيسا كوريسو لساتها عايشة من الشهر الأحمر فالموضوع جدا بيفاجئ. هون بالصدفة بيكتشف أوكابي أنه هو اخترع آلة زمن وصار هو بحسن يتحكم فيها عن طريق الجوال. طبعا الأنمي معقد كتير وبده تفكير وبدك تحسب كل لقطة أو كل شغلة صارت بالأنمي لأنه فيه أرقام وفيه أجهزة وفيه تخابيص بالسفر بالزمان وبالماضي وبالمستقبل وما بعرف شو. وأنا منصح كل واحد بده يشوفه إنه يحمله كله ويشوفه كله دفعة واحدة
طبعا لانه اكيد ما رح تستنى تحمل حلقات من كتر ما رح تشتد عليك الاحداث. بعد ما نخلصوا فيك تشوف الاوفا تبعيته واللي هي شتاين جيت اوكوباكو نو بوريومانيا اللي هو. بعدين شوف الفيلم تبعيت فوكار يوكي نو ديجا فو. الفيلم جدا رائع، بس لازم تكون اول شيء شايف الانمي 24 حلقه، بعدين شايف الاوفا، بعدين شايف الفيلم. بالنسبه لشتاين جيت زيرو هو جزء جديد، هو عباره عن طريق فرعي من الجزء الاول. الجزء الاول بالحلقه 23 في لها نسختين، الحلقه 23 العاديه والحلقه 23 بيتا. فحتى انت تكمل بشتاين جيت زيرو لازم تشوف الحلقه 23 بيتا، بعدين بتكمل بتشوف شتاين جيت زيرو مشان تفهم كيف صارت الاحداث. هلا نجي للايجابيات. الانمي بيتعامل مع موضوع السفر بالزمن بشكل جيد جدا، بفرجيك تاثير كل حركه بالماضي وبالمستقبل شلون اثروا على المستقبل، بفرجيك كيف البطل عم يعاني وهو عم يحاول يصلح كل اخطائه. في جانب عاطفي ضخم بالانمي ما فيك تتغاضى عنه ابدا لانه كتير مؤثر بالقصه. طبعا ما عم بحكي على الرومانس، ولكن عم بحكي على الصراعات اللي بخوضها اوكابي وهو عم يحاول يرجع الامور للشكل اللي كانت عليه. النقطة الثانية اللي هي ألوان الأنمي والرسمه، بتحسه كتير كئيب وبارد وجدا متناسب مع مسار وتطورات القصة. الأنمي سوداوي ودرامي بشكل كبير، ورح يخليك تندمج فيه ورح تقدر تحب وتعشق كل شخصية من الشخصيات وتتفهمها وتفهم الماضي تبعيته. ليش؟ لأنه الأنمي بيركز بشكل جدا حلو وممتع على قصة كل شخصية من الشخصيات وكيف الأحداث تبعيت الماضي عم تغير المستقبل تبع كل شخصية. فبتحس انه بصير في عندك خطوط زمنية يعني كتير كتيرة بدها تفكير وبدها فهم. في معلومات ظريفة كتير وممتعة علمية، وبينذكر كتير من الأحيان اسم جون تايتور. بس حقيقي ما بحكي أنا بالأنمي، بحكي انه كان في شخص ادعى انه هو اسمه جون تايتور، هو عبارة عن شخص كان عام 2000 طلع قال انه يا جماعة أنا جندي أمريكي جيت من سنة 2036 بعد ما اخترعوا آلة الزمن. فنحن ما بنعرف هالحكي صح ولا لا، تمام؟ فبالأنمي مستخدمي هاي الفكرة انه هذا جون تايتر هو مسافر بالزمن وعنده فكرة بهذا الموضوع. السلبيات تبعوت الانمي انه بدايته بطيئة جدا، يعني كتير من الناس تركته بعد اول 7 حلقات. انا واحد من هدول الاشخاص، قلت يا زلمة انا عم ضيع 7 حلقات عم حاول افهم هاي البنت كيف ماتت وكيف رجعت عاشت، طب بلا هاي الآلة تبعت الزمن كيف تشتغل، وليش في موز عم يتحول لعجينة خضراء، وليش هاد دارو كل ما طلعت الموز من الفرن بيقول نكت بايخة ومملة وما بعرف شو، وهي شخصية كريستينا أو ماكيسا كوريسو ليش هيك شخصيتها أبو كلب. فيعني واحد بيقول إنه يعني زي ما شو الأنمي هاد، بس صدقوني بعد 7 حلقات أو 8 حلقات راح تفوت بدوامة الأكشن والحماس والدراما شيء خارق. يعني بتقول يا زلمة إنك أنا هاد الأنمي شو ما شفته لهلأ. فأنا بنصح الكل يشوفوا هاد الأنمي. الانمي ما ركز كتير على الخيال العلمي، ولكن ركز بشكل اكبر على الدراما. في ناس اخذت هاي النقطة انه كنقطة سلبية على الانمي، ولكن بالنسبة لي كان الانمي عبارة عن توازن او خليط حلو من العلوم او الخيال العلمي والدراما. الانمي ممتع حماسي ودرامي بشكل جدا رائع. انا فعلا خلصته كلياته بعد وحدة، حتى كل رفقاتي اللي شافوه خلصوه كله بعد وحدة. فمنصح الكل اذا حابب تشوفه انك تحمله وتتابعه ورا بعضه. طبعا شتاين جيت زيرو انا للاسف ما شفته لسه، فان شاء الله رح نعمل له فيديو مخصص عنه اذا بتحبوا. طبعا تقييمنا للانمي اليوم بانمي ريفيو هو 9/10. طبعا اذا عندكم ملاحظه او تعليق او اي مشكله حطونا تحت التعليقات، رح اكون انا تحت عشان ادع تعليقاتكم وجاوب على كل اسئلتكم عن هذا الانمي. بنصح الكل يشوفه، وما تنسون يا شباب اللايك واشتراك وتفعلوا اشعارات، تشتركوا قنواتنا الثانيه بتلاقوا الرابط تحت وصف، شوفوا فيديوهاتنا الماضيه بتلاقوا الرابط على الشاشه. وامشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. السلام عليكم.